ان شاء الله بدون مقاطعه كمان كام شهر وهينزل توي ستوري الجزء الرابع، وهبقى شبه بالظبط ادم ساندر في فيلم بيلي ماديسون. باز يطير المنكر. يا جماعه النهارده في حلقه جديده في هوم سينما هنعمل ستيفلر رياكشن، هنعمل تريلر رياكشن لفيلم الانيميشن توي ستوري 4. متحمس جدا للكرتون ده، لان طبعا الكرتون ده كان جزء من حياتي وانا صغير، مش انا لوحدي، كل البشر اصلا، يعني معظم الناس طبعا بتحب توي ستوري، سواء الانجليش او سواء لما كان مدبلج بالعربي، لما كان يحيى الفخراني واحمد بدير وهاني رمزي ومنى زكي، الناس دي لما كانوا بيعملوا الدبلجه بالعربي، ايام الدبلجه ما كان بالعربي، وفي ناس كتيره جدا كانت بتفضل الدبلجه بالعربي، في ناس كتيره كانت بتفضل الدبلجه باللغه الاصليه اللي هي الانجليش. انا من الناس اللي حبيت الانجليش اكتر، بس في افلام معينه، يعني كنت بحب الدبلجه بالعربي، يعني مثلا توي ستوري الاولاني مش وحش، بس الجزء الاولاني بس عجبني قوي بالعربي. عجبني اكتر الانجليش في توي ستوري. مثلا انيميشن تانيين مثلا زي الاسد الملك اللي هو لاين كينج، طبعا لاين كينج انا عجبني اكتر بالعربي من الانجليش بكتير، كان مسخره بالعربي، كانش ليه حل، لسه لحد دلوقتي لما بيجي بتفرج عليه عادي جدا. فايندينج نيمو لما كان عبله كامل كانت عامله دوري، طبعا الناس كانت بتعشقه. لسه والله لسه مشفتوش حتى لحد دلوقتي مدبلج بالعربي، شفته بالانجلش، بس انا بصراحه ما بحبش نيمو، ما بحبش فايندينج نيمو، ولا حتى فايندينج دوري، وما عجبنيش، لا ده عجبني ولا ده عجبني، بس بالعربي برضو ما شفتهوش. كانيميشن ذات نفسه انا ما جاش معاه سكه بصراحه، يعني بس مش فاكر كان في ايه تاني، كان في حاجات كتيره جدا يعني دبلجت بالعربي، او طبعا كان في شركه المرعبين المحدوده، ده عجبني برضو بالعربي، محمد هنيدي كان اداؤه ممتاز، الدبلجه بتاعته. بس تقريبا ده كل اللي شفتهم بالعربي، يعني ما شفتش اي افلام انيميشن الدبلجه بالعربي تاني غير دول. امبارح او اول امبارح نزل التريلر الجديد بتاع توي ستوري، هو يعتبر ده الاوفيشال تريلر اللي كان نزله قبل كده، كان يعتبره زي تي في سبوت، حاجات صغيره لا تتعدى مثلا 50 ثانيه تقريبا او 40 ثانيه. والنهارده امبارح اول امبارح نزل الاوفيشال تريلر بتاعهم بتاع الجزء الرابع، كالعاده برضو طبعا ما شفتوش ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره ومتحمس جدا ان انا اشوفه، يلا بينا. Everyone, Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, she literally made a new friend. I want you to meet Forky. Hi. Hello. Hi. He's a spork. Yes, yeah, I know. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. Buzz, we gotta get Forky. Affirmative. Huh? What? Oh, yeah. Bo? Forky, come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby Gabby. We can't stay. Yes, you can, boy. Woody, behind you! Wow. Woody, aren't we going to Bonnie? We have to find them! What do we do, Buzz? What would Woody do? Jump out of a moving vehicle? Let's go! Hey, you gotta go, you gotta go. Bonnie? We're going home, Forky! God only knows Buzz, I'm coming! On my way, Woody! To infinity and beyond! I was made to help a child. I don't remember it being this hard. Woody, somebody's whispering in your ear. Everything's gonna be okay. Okay, جماعة. بتحس ان الواحد راجع طفل تاني، عنده بتاع 8 سنين مثلا ولا حاجة، هو بيتفرج على الفيلم ده من هو صغير يعني. طبعا نسبة ركوبي 10 من 10 ده اساسي، مفيش كلام، يعني انا بعشق الكرتون ده اصلا،
في ناس كتيرة بتحب الأجزاء اللي فاتت، بس أنا بالنسبة لي أحلى جزء كان الجزء الثالث، عجبني قوي قوي الجزء الثالث في كل حاجة. أتمنى إن ده ما يخيبش ظني يعني، بس ما أعتقدش يعني أستنى السنين دي كلها وفي الآخر هيعملوا حاجة وحشة يعني، أكيد أكيد هيبقى حلو يعني. كاركترز، في كاركترز جداد، في فور كده المعلقه ده ولا الشوكه اللي المعموله دي، ده الشخصيه دي اول مره تطلع معاهم. هم نفس طبعا نفس الاصوات، نفس الفويس اور بتاع كل مره، وتوم هانكس في وودي وتيم الن في باز لايت اير. في كيانو ريفز السنه دي هيعمل معانا الدور اللي هو بتاع ديوك، و اكتر اتنين هموت اشوفهم في الفيلم ده وانا عارف ان هيقدموا كوميديا ملهاش حل، جوردن بيل وكيجن، الاتنين دول بتوع كوميدي سنترال يعني ضحك السنين، اللي طالعين البطة والارنوب ده، تقريبا الارنوب هو جوردن بيل. اللي مخوفني حاجة واحدة بس من الفيلم ده، ان المخرج الفيلم هو جوش كالي، ده ما اخرجش اي حاجة قبل كده على فكرة، هو ده اول فيلم هيبقى ليه او اول انيميشن او اول فيلم اصلا عامه هيخرجه، بس هو كان اترشح قبل كده في الاوسكار من كام سنه لما اتعمل فيلم انسايد اوت، كان هو كان مترشح احسن كتابه اوريجينال سكرين بلاي، احسن نص اصلي هو كان مترشح. انا بجد مش متخيل ان الفيلم الجزء الاولاني نزل سنه 95 تقريبا، يعني بقى له تقريبا 24 سنه مثلا، والجزء الثاني سنه 99 والجزء الثالث كان 2010. احنا بجد عجزنا يا جماعه. فيلم هينزل يونيو 21 طبعا، وش ده هيتدخل اول حاجه على فكره السنه دي. فعلا بجد انا مبسوط قوي ان في افلام جد حلوه السنه دي في 2019، وزي ما حتى ما قلت في الفيديو اللي قبل ده لما قلت ان في ديزني داخله بصدرها السنه دي، سواء بدا ولا بالادن ولا بلايون كينج ولا بدومبو، واحنا نسينا دومبو بس ما عملتوش تريلر اكشن بصراحه لان انا ما بحبش الكرتون ده، وتريلر كمان اوريدي شفته فانا ما بيجيش معايا سكه بصراحه. ولسه مستنيين بقى حاجات اكتر من ديزني، وغير كده بقى طبعا في افلام كتيره جدا نازله السنه دي احسن من السنه اللي فاتت بكتير. السنه اللي فاتت 2018 كانت في افلام وحشه قوي بجد، ما فيش غير كام فيلم يتعدوا على الايد الواحده اصلا اللي طلعوا حلوين، والباقي الافلام كلها كانت راحه في داهيه يعني. السنه دي انا متحمس، السنه دي بجد في افلام حلوه، سواء انيميشن او افلام سوبر هيروز او افلام مهمه مثلا. في فيلم اللي هو مثلا في فيلم قص نزل في السينما حاليا، نزل في مصر ده ان شاء الله باذن الله هخشه قريب، هتفرج عليه قريب. وطبعا افلام الانيميشن زي الحاجات دي، وفي طبعا وانس ابون ا تايم ان هوليوود، وفي حاجات كتيره جدا هتنزل ملهاش حل. وطبعا افلام السوبر هيروز افنجرز اند جيم، ولسه في سبايدر مان فار فروم هوم لسه. لا السنه دي بصراحه في افلام محترمه يعني الواحد هيتفرج عليها. بس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما عنديش تعليقات تانية اقولها، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستغرام وفيسبوك وتويتر، وباي باي. Bunny's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Huh? What? Oh, yeah.